بمناسبة نادي القرن والجائزة، في 22 مايو 2001 تسلم الكابتن صالح سليم جائزة نادي القرن. نفكر حضراتكم بأسعد لحظات المايسترو عليه رحمة الله. في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا، فكانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا، النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. This honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. ولعل من المفارقة العجيبة، لأنه الكابتن صالح لما كنت تسأله عن مثله الأعلى وعن أستاذه وعن معلمه وعن اللي أثر في شخصيته وعن شخصية أهلوية حطت بصمتها على وجدانه وعلى تكوينه، حتى كان دايما أبدا بيتكلم أو يفتكر بكل خير الكابتن محمود مختار التتش. بالمناسبة 21/12 كانت ذكرى رحيل كابتن محمود مختار التتش اللي توفي في ديسمبر 1965 يا باشمهندس. شخصية أسطورية، ما كانش في مناصب، يعني أعلى منصب خده وكيل وزارة الشباب. عفوا 21 فبراير. اتفضل. كمان رئيس النادي الأهلي أبدا. لم يكن يهتم بالمناصب إطلاقا، ولكنه كان صاحب التأثير الأكبر في كل موقع كان موجودا فيه. وما زلنا على هدى، استقى كل الماضي وبلوره وركزه وادالنا كده الاسانس بتاع القيم والمبادئ، يعني اللي هو يعني لخص لك من خلال التجربه العمليه. وكنا ما بنشوفه ماشي في النادي الاهلي رحمه الله عليه كنا بنشعر ان ايه الهيبه دي، وايه ويخاف ان هو يشوفنا في لقطه غلط، لانه ما كانش بيحب الغلط. وانا اذكر مره كنا كسبانين السكه الحديد 6-1 وطالعين بيحتفلوا كابتن 6-1 برضه. وحلمي كابتن حلمي ابو المعاطي كابتن مختار قال له فرحانين على ايه؟ على خيبتكم بدل ما تكسبوا 12 ولا 15 مضيعين كام جون؟ قال له الله يكون في عون السكه الحديد. لا طب لو كنا دلوقتي والفرص اللي بتضيع دي. ايوه طبعا. كابتن محب يوسف كده شخصيه عايقه قوي وشيك قوي، هو شكله كده كمان وسيم. فبلوفر اصفر ده كان يعني ما كانش حد بيجيه. فشافه قال له لبستني الاصفر يا اخويا، لبستني الاصفر يا اخويا والله ما انت نافع. يعني ما كانش، كان صارم في الصح والغلط والمعايير اللي هو يعني كان حاططها بطريقه ما فيهاش فصال. الدنيا ابيض واسود عنده فعلا يعني. ويمكن عشان كده الكابتن صالح متاثر بيه جدا، وكل من تاسى بالكابتن صالح وتاثر به خد الفتافيت دي بنت شخصيته. يعني الرذاذ اللي وصل لنا من هؤلاء العمالقه من شخصيه وتصرفات وتمسك بحب الاهلي ومبادئه وقيمه وازاي يبدوه عن اي حاجه، وعدم المظهريه وعدم السعي الى شيء مش بتاعنا. الرذاذ اللي جالنا كفانا ان احنا نكمل لحد النهارده في عشق هذا النادي الكبير.